إذن فاطمة، نحن وصلنا الآن إلى القسم الثالث من صباح جديد، وقبل أن ننتقل إلى محور البرنامج المحور الخاص وهو عن تهريب الأطفال، سنتعرض أو سنعرض لمشاهدينا تقريرا عن الدي إن إيه. طبعا هو تحليل الحمض النووي أو الدي إن إيه من أهم الاكتشافات والإنجازات العلمية الحديثة التي أحدثت ثورة في مجال التحاليل المختبرية، خاصة في مجالي علم الوراثة وعلم الجينيات وحتى الكشف عن الجرائم. أكيد هذا كتير شيء مهم أشرت له، خاصة أنه قد تم استخدام هذا النوع من التحليل في التعرف على الكثير وأوروفات الكثير من الشخصيات التي كانت تدور الشكوك حولهم، فجاء تحليل الحمض النووي ليثبت أو ينفي بعض الحقائق والشبهات التي تلف بهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. افتتح في غواتيمالا أول مختبر من نوعه في البلاد لتحليل الحمض النووي، ويأمل القائمون عليه أن يتمكن المختبر من كشف جرائم الحرب الأهلية التي استغرقت عقودا طويلة، وراح ضحية تلك الحرب أكثر من ربع مليون إنسان، معظمهم من القرويين بين قتيل أو مفقود. وقد اكتشفت لجنة تقص للحقائق مدعومة من قبل الأمم المتحدة أن قوات الأمن الغواتيمالية مسؤولة عن 90% من عمليات القتل، ولم يتم محاسبة سوى عدد قليل من المسؤولين عن جرائم الحرب تلك. من الناحية الأنثروبولوجية نجد أن الهيكل العظمي لا يقدم الكثير من المعلومات بشأن عقد المقارنات، ولذلك علينا البحث عن شيء أكثر تحديدا ودقة، وهذا الشيء يتمثل في الحمض النووي، وهذه الأداة توفر لنا الفرصة لمقارنة جميع البقايا البشرية في كل أنحاء البلاد، وسيتم إجراء مقارنات بين هذه البقايا وبين الأقارب الذين تم أخذ عينات منهم. ويقول ميشيل ستيفنسون الذي يترأس مختبر الحمض النووي إن الهدف الرئيس وراء إنشاء المختبر يكمن في تقديم أدلة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق المدنيين لتحقيق النظام القانوني العادل. وهناك الكثير من أقارب وذوي الضحايا والذين لا يملكون أي معلومات عن أقاربهم الذين قتلوا، ولذلك فإن وجود مختبر الحمض النووي يمثل الفرصة الوحيدة لمثل هؤلاء في اكتشاف الهياكل العظمية لأقاربهم أو بقاياهم. وتتلهف السلطات الغواتيمالية لاستخدام المختبر من أجل دعم نظام العدالة في البلاد، والذي لا يستطيع التعامل بشكل حاسم مع جرائم القتل التي يصل عددها إلى 6000 جريمة قتل كل عام. وصلنا إلى محور برنامجنا لهذا اليوم، وتحديدا مع موضوع تهريب الأطفال. بالفعل فاطمة، يعني تهريب الأطفال بكل ما يثيره من جدل ونقاش، نظرا لكونه يمس الفئة الاجتماعية الأكثر براءة، يعني هو موضوع مهم جدا ويجب مراعاته. تحدثت عنه طبعا. هذه الظاهرة لينا تفاقمت في عدد من البلدان ومنها اليمن، حيث تم استغلال الأطفال اليمنيين في أعمال التسول وغيرها من الأعمال على نحو بات يشغل بال عدد من المنظمات والجمعيات المدنية الناشطة في مجال حقوق الطفل، بعد أن أخذت الظاهرة بعدا دوليا من خلال قيام عصابات منظمة بتهريب مجموعات من الأطفال لممارسة التسول في بعض دول الجوار. تفيد المصادر أن الأطفال الذين جرت محاولات تهريبهم تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و14 عاما، حيث توهم العصابات ذوي هؤلاء الأطفال بتوفير أعمال مجزية لهم في الخارج تدر عليهم دخلا معقولا. يعني ويعد طبعا مصادر تهريب الأطفال دوليا، حيث يتم تهريب الأطفال اليمنيين، طبعا نود الإشارة أنها هي دولة اليمن وبالأخص الذكور للمملكة العربية السعودية، حيث تم استخدامهم كمتسولين أو باعة متجولين أو عمال غير مهرة. سنناقش موضوع تهريب الأطفال ومعاناتهم مع ضيفتنا حنان المصري من بيروت، لكن بعد متابعة التقرير التالي حول هذا الموضوع.
الطفولة باليمن تعيش حاليا أسوأ مراحل انتهاك حقوقها، بين عمالة للأطفال لا تراعي حتى أبسط احتياجات وقدرات أولئك القُصّر، وأشكال متعددة من الانتهاكات البدنية والنفسية يقع على رأسها خطورة ظاهرة تهريب أطفال اليمن استخدامهم في التسول في دول الجوار المحاضية لليمن وبشكل كبير وملحوظ في المملكة العربية السعودية. للأسف الشديد هناك الآن ما هو أخطر من ظاهرة تهريب الأطفال، وهو استخدام الأطفال في تهريب المخدرات، استخدام الأطفال في الدعارة، استخدام الأطفال في الجنس داخل السعودية وداخل اليمن أيضا. إذا لدينا مشكلة خطيرة، موضوع تهريب الأطفال يعني في اليمن موضوع خطير جدا، وإلى الآن لا نعتقد بأن هناك ثمة حلول عملية للقضاء على هذه المشكلة، لا نعتقد بأن هناك مبادرة حقيقية للقضاء على هذه المشكلة أو على الأقل الحد منها. الذين يهربون الأطفال والذين يقومون على تهريب الأطفال هم شخصيات معروفة، شخصيات يعني يعرفها الأمن، تعرفها النيابة، يعرفها القاضي، يعرفها شيخ المنطقة، يعرفها المجلس المحلي، ومعروفة بيوتهم وعماراتهم وسياراتهم، ومع ذلك لم يتم التعرض إلى مهرب أو إلى رئيس عصابة بعينه بتاتا. تهريب الأطفال واستغلالهم في التسول وإن كان قد بدأ باليمن منذ عدة سنوات كحالات فردية دفع إليها الفقر والعوز الذي تعانيه عدد من المناطق اليمنية الواقعة على حدود المملكة، إلا أنه أصبح مؤخرا ظاهرة اتسعت بشكل ملحوظ تديرها أطراف وأيادي خفية. المشكلة الأساسية هي ليست في القانون، قد نستطيع أن نسن قوانين، يعني قد سن قوانين تحظر التهريب وتجرم وما إلى ذلك، لكن أنت لا تعالج نفس المشكلة، أساس المشكلة هو الفقر. لا يوجد قانون يجرم أنك تخرج طفل من اليمن إلى خارج الحدود السياسية للبلد، ما فيش قانون بهذا الموضوع. نحن نستغرب، نزلت لجنة من البرلمان، نزلت لجنة من المحافظة، هناك مجالس محلية، هناك أعضاء برلمان في المناطق التي يكثر فيها تهريب الأطفال، ومع ذلك المشكلة منذ أن كشفناها تمر عليها حتى الآن ما يقارب 4 إلى 5 سنوات لم يتم الالتفات إلى إيجاد تشريع قانوني خاص بهذه المشكلة. يبدو أن الأسباب الرئيسة في تفشي ظاهرة تهريب الأطفال إلى جانب ضعف التشريعات الرادعة لهذا الجرم هي أن اليمن أصبحت سوقا مربحة لإصابات مستغلين الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية في مدن حجة وصعدة والحديدة في إطار موجة الفقر المطبق على اليمن وأهله. تهريب القُصّر لجوار يتسولون فيه بعد أن كان حالات فردية أصبح ظاهرة تقلق الجميع في اليمن وتفرض على الجميع تشخيص الخطر دافعه واحتوائه. من صنعاء لبرنامج صباح جديد، أوصال القعطبي، العالم. إذن مشاهدينا، حول هذا الموضوع تنضم إلينا الآن الدكتورة حنان المصري، عضو في المجلس الأعلى للطفولة في بيروت. أهلا بك دكتورة معنا في برنامج صباح جديد، واسمحي لي بداية أن أسأل عن أسباب انتشار هذه الظاهرة، حيث تفيد التقارير الصادرة عن المؤسسات المعنية أن ظاهرة التهريب والمتاجرة بالأطفال تنتشر يوما بعد آخر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتما هذه الظاهرة سوف تزداد من عام إلى آخر، والسبب الأساسي لهذا هو عدم محاسبة أو الرقابة على هذا الموضوع. يعني يمكن نحن بلبنان عندنا المشكلة موجودة، ولكن منا متفشية مثل باليمن أو في بعض الدول الأخرى كالفلبين، ولكن عدم محاسبة أو متابعة هالموضوع بتولد ازدياد ب